خلينا بقى دلوقتي نطمن حضراتكم على حالة الطقس النهاردة. والطقس النهاردة هيكون حار نهارا والرياح هتكون نشطة على القاهرة. خلينا دلوقتي نبدأ مع درجات الحرارة. هنبدأ أولا بالقاهرة. القاهرة هتكون عندنا 36-26، الإسكندرية العظمى 31، الصغرى 25، الإسماعيلية 36-25، الدقهلية 35-25، والغردقة 39-28، والمنيا 38-25. أما بالنسبة للعواصم العالمية فخلينا كمان نطمن حضراتكم، هيكون عندنا الرياض العظمى 43 والصغرى 28، أبوظبي 39-33، أنقرة 30-16، لندن 19-13، واشنطن 26-23، وبكين 28-21.